بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في حصة جديدة من حصص التحرير في ضيافتكم. نحل اليوم ببيت رجل فاضل معروف بشهامته، معروف بانتمائه لهذه المنطقة. هذا الرجل المعروف بابتسامته العريضة وبروحه المرحة، رجل قدم الكثير لهذه الولاية في عدة مجالات، لا سيما مجال التربية، فكان رجل تربية بامتياز، مر عبر مراحل التربية في كل ابتدائي ومتوسط ربما ثانوي، وما زال لحد الآن في أوج عطائه. نحل اليوم ضيوف على هذه الشخصية المعروفة الحشاني عداد بن البشير. أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أتقدم بجزيل الشكر لقناتكم الموقرة المحترمة قناة التحرير، التي بكل صراحة وبدون مجاملة أنها تبحث حقيقة على تاريخ الواد وعلى عمق تاريخ الواد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم التحرير في ضيافتكم وفي رحاب شخصيتكم سيدي حشاني، وأنت المعروف بسعة صدرك وبقلبك الجميل وبابتسامتك العريضة عندما تقابل، وهذه مشهودة لدى الجميع على أنك شخصية مرحة وشخصية تحب الخير لهذه البلاد، شخصية مثقفة، شخصية مررت بعدة مراحل وعندك شهادات عدة على هذا التاريخ الحافل بالإنجازات، بدءا من طفولتك إلى مرحلة الجهاد ثم إلى الرجوع الوطن ثم العمل في التربية ثم السياسة. إذن هي مسيرة حافلة بكل الإنجازات. سيدي حشاني، لو نتحدث الإنسان يقال إنه أسير طفولته، لما نتحدث عن الطفولة نتحدث عن الماضي جميل، نتحدث عن البدايات. لو يحدثني سيدي حشاني عن طفولته وعن بداياته الأولى والوالدين ومسقط الرأس، و حدثني عن هذه الأيام الجميلة تعتبر مرحلة خصبة في حياة كل إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأستاذ قداد الحشاني من مواليد 1 جانفي 1944 برديف الجنوب التونسي، ابن أبوين صوفيين جزائريين، المرحوم البشير قدادرة والمرحومة ذهب حدي الله يرحمهم. فظروف الصعبة، ظروف السياسية، ظروف المعيشية التي أجبرت الوالد رحمة الله عليه أن ينتقل من الوادي إلى رديف، حيث ولدت هناك. رديف كما معروف، كما تسمى عند البعض قلعة الثوار، هي رديف قلعة الثوار، فهناك ولدت. وعندما أصبح عمري 3 سنوات فأدخلني الوالد إلى كتاب القرية، إلى كتاب القرية، إلى ومع الذي كون شخصيتنا والذي بعث فينا الروح الوطنية من الصغر هو الشهيد حويذة عبد الكريم. شهيد عبد الكريم كان وطنيا للنخاع، كان يبعث فينا من صغرنا من الروح الوطنية. لو قلت لك أن قائمة الشهداء الذين تخرجوا على يد على من هذا المسجد فهي قائمة طويلة وطويلة وطويلة جدا، بما فيهم عمار بقعة، فيهم عبد الله وابو بكر، فيهم جبالي جبالي، هم وكل كان يقروا معنا في خريجي هذه المدرسة، خريجي هذه المدرسة. قريت عند نعم سيدي، وفي آن واحد عندما وصل عمري إلى المدرسة انتقلت من إلى المدرسة اللي هي برديف.
سأقدم لك لذة بسيطة بالك على حويذق عبد الكريم هذايا، لأن مع الأسف حويذق عبد الكريم في سنة 1955 أي بعد الثورة مباشرة بسنة، معناه جاءت الشرطة، نكلمه باللغة البسيطة، جاءت الشرطة الفرنسية مع العصر قرب صلاة العصر، وجو هزوها الدول المركز ثم رجعوها، معناه كان تمويه يدوه ويسيبوه. بعد في الأخيرة هذه شهادة نشهد لله، عندما في اليوم الثالث جو هزوا فيه خرجنا احنا كتلاميذ وقفنا وقال لنا انشودت من جبالنا الطلاع صوت الأحرار. فبهات هاتي الروح، هاتي المعاني، هذا المربي تكونت فينا الروح الوطنية وحبنا لهذا الوطن. فوصلت تعليمي الابتدائي ثم وصلت تعليمي المتوسط في تعليم الثانوي لأن في تونس العاصمة. في تلك المرحلة في فرديف كيفاش كنت تشوف وشهادتك على أهل سوف الذين خرجوا من الوادي إلى هذه المنطقة طلبا للعيش الكريم، لأن في الوقت كانت البلاد صعبة طبعا. نعم، والناس كل راحت للحوض المنجمي تعمل وكله، كيفاش كانت حياتهم الاجتماعية؟ هو في الحقيقة أن في فرديف، وهذه أنا نقولها بكل صراحة، فرديف كانت سوافة أو الجزائر كلحمة واحدة. نعم. أنا عمري كأنك جيت لهنا وليت نعرف القماري والتغزوتي. صحيح، ما كانش موجود الوقت. بالله نكلم كلنا نعيش مع بعضنا بعض، أسرة واحدة متكامنة مترابطة متناسقة، همنا الوحيد هو كيف أن نرجع لبلادنا وتحرير بلادنا. ونشوف أن الأغلبية من المجاهدين ولا من الشهداء كلهم كانوا من هذه المنطقة. نعم. كان مثلا عندما نتحدث على جيلاني عمر رحمة الله عليه كان فرديف، عندما نتحدث على الطالب العربي جمودي رحمة الله عليه قائد كان من فرديف، بالفعل كانت قلعة ثوار، وهنا تربينا وهنا عشنا. وحتى سي أحمد حتى في الصغر نتاعنا يعني. الأطفال ساهموا في الثورة. صحيح. كيف ساهموا في الثورة؟ الأطفال هذوما هما اللي نقلوا الرسائل. صحيح. هما اللي يدوا الكلمات وهما اللي تقضوا. وفي الأخير هذه في الأخير عندما النزلة هي تسمى نزلة سوافة حوصرت من طرف الاستعمار الفرنسي، عملوا لها هنا مكبر دي بروجيكتور هذاكم الأضواء الكاشفة، ومن هنا الأضواء الكاشفة من جميع الجهات حتى معناه يعسوا على دخول المجاهدين أو خروج المجاهدين. كان نقول لك واحد الحاجة مضحكة، كيف كانت الأطفال تساهم؟ الأطفال ماذا نفعل؟ يعني ثورة. نعم. ليه ماذا نفعل؟ عندما يوجهونا البروجيكتور، ومع كامل احتراماتي لمكانكم واحتراماتي لقناتكم، كنا تلاميذ أطفال، إحنا صغار أطفال صغار، نتلفتوا البروجيكتور ونعلو رواحنا. صحيح. والله العظيم نكشف حاشاك ذيك نعلو رواحنا للتكك الأضواء الكاشفة باش يغطيها. أثناء التغطية هذيك طبعا كان الحركة تاع المجاهدين تكون. كنت تأملوا الطرق للمجاهدين. كنا نأملوا. صح. انا عندي واحد اللقطه، عبد الله بن مهر الله يرحمه، الله يرحمه، شوف بنات الصغار كيفاش يساهموا في الثوره. عبد الله بن مهر الله يرحمه كان في عطله، كان في عطله وكان في بيته، كل بنيه نمشي، كان سيسي تاع فرنسا، قال لي باللغه الفرنسيه، قال لي تعرف الدار تاع عبد الله بن مهر؟ قلت له نعم. قال لي اين هي؟ قلت له شوف اخرج من الطريق، وهو قدام الدار بالضبط، قدام الدار تاع عبد الله منها بالضبط. نعم. قلت له لا، هاي اخرج من هكا واطلع الطريق من الفوقاني وامشي، وتو كاين واحد البلاصه يقولها لوربو، كان احنا عايش عبر من ثم سقسي يلا يسكن ثم حداه. ودخلت كي تو لعمي عبد الله لقيته متكي، قلت له عمي عبد الله جيش فرنسا يفتشوا عليك، ذاك نقص على السطح وخرج وراح. معنا شوف ان الشباب كان يساهم في الثورة. نعم. كان هو الذي يمهد الطريق، كنا نخرجوا لهم قبل ما يدخلوا، احنا نمهدوا على رغم سنهم رغم يلعبوا كذا، ولكن تحملوا مسؤولية الثورة. إذا أن الثورة زرعت في نفوسنا. جميل. الثورة ولد جزء من وجودنا، الثورة وجزء من كياننا. ولكن دائما مهما عشنا احنا في المنجم وفي رديف، لكن القلب داخلي هلا وهي الواد، أكيد وكيف أكيد نعيد إلى الواد، وكيف نرجع إلى بلدنا. عشاني فرديف
سيدي حشاني الآن ينتقل إلى تونس العاصمة لتكميل الدراسة. إحنا عندما انتقلت تونس العاصمة لتمام الدراسة تاعي في سنة 1959، وهذه في الحقيقة ولازم الآن نقول الصراحة، نتحدث شوي باللغة الصراحة. في سنة 1959 أصدرت الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت بيان تطلب من الطلبة حسب المستوى الثقافي من الذين يريدون الالتحاق بالأكاديمية، معنا بالأكاديمية العسكرية بالعراق. أيوة. من الذين كنت أنا من الأوائل، أنا من رحت المقر وكانوا معايا مجموعة من الواد، كان معايا هابيتا إذا تعرفش عبد الله، أو كان في صنع الغاز إن شاء الله ربي يطول عمره لباس حبيب. في ذاك الوقت سجلنا حوالي 150 طالب جزائري على أساس أن باش نلتحق بالأكاديمية العسكرية بالعراق باش تكون الثورة فيها شباب معنا مثقف وغير ذلك. لكن نتأسف وزيد نتأسف ونعودها وراي إلى يومنا هذا. في ذاك الوقت عندما رحنا حملونا في واحد المكان بالقرب تاع البريد المركزي تاع شارل ديغول تاع تونس، كان مقر تاع الجبهة، قعدنا حوالي 15 يوم احنا ثم انقطعنا على الدراسة بدون غياب، بدون معنى مبرر للغياب. تو نخدموكم الباسبورات، تو نعملوكم الباسبورات، وفي الأخير مع الأسف راحوا إلا مجموعة معينة لقبيلة معينة باتجاهات معينة باتجاهات معينة، وإحنا الكل رجعنا كسوافة كلمامش كذا، معنى أن الواحد ما يقولش مي هذيك راي الآن راي حسرة في قلبي، لأننا لا أقول مستقبلي، مستقبل عند الله سبحانه وتعالى، كنتوا طامحين، ولكن كانوا هم سبب إطماسي، معنى أني كانت عندي رغبة في الدراسة وغير ذلك. وقت هذيك ربما مرتبطة بالصراع السياسي الموجود في الجزائر بين جهة الصحراء وجهة الطلب العربي و... لا لا، جهة ثانية القبائل سيدي يقولها بالله، هذه فوالا سيدي كبير صول راح صول دي كبير. أيوة. احنا ما راحش منا ولو واحد ابدا. بعد ذلك قالوا لنا مع الاسف وراه العراق الان لظروف خاصه، مش عارف ربما كان انقلاب في ذاك الوقت ولا غير ذلك، راهم رفضوا. انا كعضو باتحاد الطلبه بوثيقه نتاعي رحت رجعت للثانوية نتاعي، لقيت اسمي شطب. رحت لآية مسعود وقيل آية شعلان، كان فوقك الأمين العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وحكيت له القضية نتاعي. فأنا مشيت في ذاك الوقت، أنا اتصلت بالثانوية نتاعي ولقيت اسمي مشطب لأنني غياب غير مبرر. قال إحنا ما نجموش ندخله، احنا رانا دولة غير مستقلة وكذا، هي ما هو الحل؟ وشو الحل؟ قال لي ما عندنا حتى حل. المفيد مباشرة إلى الدباغين مقر الجبهة، مباشرة حتى لي مرحت راح ثم جندت مباشرة طول في سنة 1960، بداية 1960 عندما جندت هزونا احنا مجموعة. الوقت هذاك ما لقيتش من نعرفهم، لقيت وش اسمه الله يرحمه الواحد يقول له علي، كان شوفور تاع تاكسي في النحاسي خليفه، عديت حتى اللقب نتاع هذاك لقيت عرفته. من ثم هزونا الى ملاك للتكوين العسكري. عندما وقع التكوين العسكري بقيت في ذاك الوقت مده شهرين في ملاك، ومن بعد نقلت من ملاك الى ادونا الى الكحول، ومن الكحول الى البريك الى غير ذلك. ثم فتحت الحكومه المؤقته مدارس. عندما فتحت مدارس ومكاتبها غير ذلك اختاروا المثقفين، هذا كنت انا من اول من الذي فتح نواة نتاع المدرسه هذه، مدرسه وسميت بمدرسه البعث، مدرسه البعث في رديف التابع للحكومه المؤقته، واحنا كمهيكلين كمجاهدين بصفه رسميه، لكن في كما في الرياضه كما في أكيد. الصحه كما في ذاك الوقت المدرسة هذه كان مديرها الباهي عياشي الله يرحمه. الله يرحمه. وكان المدرسين اللي معايا كان خالدي محمد الكبير الله يرحمه، وكان العمامرة علي ثاني، وكان مراقب عام في بوشوشة الله يرحمه، كان قواسمية
معامرة تاع المقرة. نعم هذا كان معنا وكان قواسمية الله يرحمه. ثم هذه المدرسة بخير أن في المدرسة وفي النضال وفي مجموعة، وهذه المجموعة المعروفة هي التي ترأسها تام العروسي رحمة الله عليه، من هنا رحلة هذا التكوين. الآن بعد الاستقلال مباشرة طلبوا منا الدخول إلى أرض الوطن. أيوة. عندما دخلنا إلى أرض الوطن مباشرة وجدنا هنا رابح الصيف ومعروف شخصية رابح الصيف أثارت كثير من الجدل. في ذاك الوقت مجموعة تاع التربية والتعليم، مجموعة تاع التربية والتعليم، لأن فرنسا راحت والمدارس راح ستغلق ومن يسد مسد للفرنسيين. في ذاك الوقت كان حسن الهاشمي رحمة الله عليه، هو الذي المسؤول، وكان النائب نتاعه الشيخ محمود القروي ربي يرحمه. في ذاك الوقت عندما تقدمت نائبي وفائق وكذا، من حولي مدير مدرسة النخيل في سنة 1962. كنت مدير على مدرسة النخيل، مدرسة الابتدائية. النخيل الابتدائية بقى، وكانوا من ضمن تلاميذ نصيب عبد القادر الله يرحمه في ذاك الوقت. فقمنا بالمقام هذاك، ولكن بعد ذلك أنا وزارة التربية والتعليم طلبت من هيكلة بصفة رسمية وفتحت امتحان على ممرنين موليتور. فتقدمنا احنا، كانت مسؤولية كبيرة في ذاك الوقت طبعا. تقدمنا احنا الفراغ وخلاتها فرنسا، تقدمنا في ذاك الوقت لا قبل ما نعدي الامتحان تاع الممرنين اكتوبر 62. اعطوني انا في ذاك الوقت مدير مدرسة النخلة، من ضمن تلاميذ علي بصبيع. علي بصبيع الان الاستاذ علي بصبيع، من ضمن تلاميذ زكور عبد الرزاق كان مدير تكوهني، من ضمن تلاميذ بالي العيد كان رئيس بلدية، دادة عبد الرزاق. دادة عبد الرزاق درس في الكويت ورجع، وكان أساتذة ربما غادي تسمعهم. بالمناسبة هذه كان كمدير في النخلة عام 62. بالمناسبة هذه أتقدم بجزيل الشكر للمدرسة الابتدائية بالنخلة، لأن في أحد الأيام استدعيت لإذاعة الواد. ما هو الأسباب؟ قالوا لي أرواح وخلاص. عندما رحت لقيت مدير المدرسة وتلاميذ المدرسة ومعلمي المدرسة، قالوا لنا أردنا أن نكرم أول مدير بعد الاستقلال، وهي طلعوا من الله. إن شاء الله. جميل جميل، هذه ما نشكرهم بيتي المناس وهي الغير. بعد ذلك قال كسبوا ممرنين، عدينا امتحان، نجحنا بحوالي وقيلة 35 من الوادي. ورحنا تكوننا في بوزريعة، مدرسة ترشيح المعلمين في بوزريعة، أي نسمحنا أول نواة للتعليم بعد الاستقلال خريج مدرسة ترشيح المعلمين ببوزريعة. التعليم عاد بصفة نظامية. نظامية، ومنهم كان المتحدث قدادرة حشاري، قدادرة خزاني، الباهي رشيد، غالي محمد لمين، حميد نصر، بن ناصر إبراهيم، مازلت نتفكرهم، ثلاثة أخوة غدير، باللغة الفرنسية كان خراز، كان هزلاوي الطيب، غيلاني كان سيليكتور، عنده شهادة هذاك، كان شو اسمه عساوي السعيدي. كنا حوالي قلت لك حوالي 35 باللغة العربية، وقول 16 باللغة. بني أحمد وزوجته وبني إبراهيم الله يرحمه، ومفتاح من القمار، ما كنا احنا هذية في ذاك الوقت. بعدما التخرج والامتحان الأخير جاء زارنا وزير التربية عبد الرحمن بن حميدة في تو في 63، زارنا للمدرسة ترشيح المعلمين في بوزريعة. عندما زارنا لقى الأوائل في القائمة الناجحين الأوائل سواف، وأنا التمييز السوفي من بكري موجود باللغة العربية وباللغة الفرنسية الأولين سواف.
قال كلمة إلى الآن رأي في فكري، قال إن شاء الله ستعرب الجزائر بأهل سوف. وكان كذلك. معناها الشيء الثاني أيضا، في ذاك الوقت أنا عندي وثائقي كمشاهد، وكانك تمشي لوزارة التربية من ممرن يدروك أستاذ. أيوة. كما وقع لبعض المجاهدين. أي أي نعم. عندما مشيت وزارة التربية. نوع من الترقية. نعم. عندما مشيت وزارة المجاهدين وزارة التربية، لقيت واحد في التربية رئيس مصلحة، ونشكره لليوم وبارك الله فيه وربي يجزيه وهو مشكور. قال لي كم تبلغ من العمر؟ قلت له راني في 19 سنة. قال لي لك الحق نعطوه مدرس ورسم درجة 10، لكني ابني ما أمت صغير وما زلت، عندما تذهب لمتوسطة أو لمدرسة أين الزاد العلمي والثقافي الذي تقدمه للتلميذ؟ أنا أنصحك روح واصل دراستك. فأنا مشكور هذا السيد، فبفضله لا رحت لهم قلت لهم رقون ولا أعطوني تاع المجاهدين ولا طلعوني ولا فتش على واحد، بديت نقرأ وحدي، تحصلت على الأهلية، تحصلت على البكالوريا الحمد لله. بعد ذلك درت امتحان حتى الاختبار اللي عملته، بديت دخلت كمساعد في الأهلية، ثم تحصلت على الأهلية العليا الجزء الأول، ثم الأهلية العليا الجزء الثاني سيابي، وليت مدرس، تحصلت على البكالوريا، وبعد البكالوريا درت اختبار وطني لأن قديما بالترمينال تدخل الناحية التكنولوجي ايه؟ عامين، وبالبكالوريا مساعدة تطلع معنا مسابقة على المباشرة بعد المسابقة راحت شاركت في المسابقة في الجزائر العاصمة، وكانت ظروف صعبة 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 جدا لأني ما نعرف حتى واحد في العاصمة، وظروف صعبة ثانيا بعد وفاة الوالد بثلاثة أو أربعة أيام، فالوالد رحمة الله عليه الله يرحمه ويوسع عليه، جيت رايح للشفاهي قال لي روح، قلت له يا بابا رد، قال لي قلت لك ميت يدفنوا فيه روح وراك ماشي، والحمد لله مع شقيت طريقي بمفردي الحمد لله تحصلت على مرحلة التعليم من ابتدائي قداش عديت فيها؟ ابتدائي من سنة 1962 ل 1977 مدة كبيرة، ومن 77 وشوف ثاني شيء اخر نعطي لك المدرسه قريتها في الوقت نعطيك واحد حاجه اخرى قريت في المحطه لا المحطه جدا بعد اول ما بديت في التعليم النخله ومن النخله غمره ومن غمره تغزوت ايوه ومن تغزوت جانا في ذاك الوقت سبكتير اكاديمي هو نسيته وش من عام؟ في سنة 1966 المفيد كنا تبعين ولاية الوحيد الوقت هذا كانت ولاية الوحيد جانا دار بينا اجتماع قال يا جماعة راهي المدارس في أقصر الجنوب مغلقة وما كانش تعليم في أقصر الجنوب لا في تمرست ولا في جالت ولا في عصالة قال نحب من متطوعين يروحوا للجنوب قلت له هنا في ذاك الوقت احنا باش نطوع ونروحوا للجنوب مقابل ماذا؟ قال المقابل ان كل واحد عندما يرجع اي منصب حاب اي مدرسه نعطيه له. كنت مده التطوع قداش؟ عام. قال لي مدة يعني عندي تو وثيقة كان نجم ندلك وكان نصيبك تمرست رحنا لتمرست كنا رحت تمرست معايا دبار ساعد معايا بنور عمارة معايا هزلاوي محافظ الطيب حميد نصر كلكم في تمرست كنا لتمرست معنا مجموعة كبيرة كنا في تمرست كمل العام في تمرست جانا الوقت إسماعيل عمري الله يرحمه مرسول من طرف مدير اسمك بن الشيخ عبد القادر اسمك بن الشيخ عبد القادر الله يرحمه في ذاك الوقت جينا انت والحاب حميد نصر مدرسة نصرات حشاني كانت اسمها المحطة الوقت هذا المحطة نايا قريبة من حيك نصرات حشاني معنا سي شادو الله يرحمه حتى نصرات حشاني معناه هذا مجمع كلنا احنا الذين فتحنا المدارس في أقصى الجنوب ونحن نشرنا المدرسة وفتحت المدارس وكوننا في غير ذلك
وجينا عام واحد بعد العام هذا جيت مباشرة لمدرسة نصرات حشاني. نصرات حشاني عام 66 67 لا جيت عام 67 بما فيهم من تلاميذي معوش مرزوق. مرزوق كان تلميذك؟ كان تلميذي في مرزوق و في المرحلة هذيك عبد الرحمن وسعد الرحمن في المرحلة هذيك كانوا زملاء المهنة معاك الوقت هذاك زملاء معايا حضرت المسي جون جون اللي جاي بعد لا كان لا حضرت جون جون هو المدير اي هو المدير جون جون كان المدير من الزملاء كان معايا كان معايا موسى ابراهيم الله يرحمه كان شادو محمد الله يرحمه كان بالعلي عبد الرحمن كان هزلاوي الطيب كان غيلاني كان المشري كان ونيسي اسماعيل ونيسي ابراهيم ولا لا؟ لا ونيسي اسماعيل فقط وعبادي وكان مع عبادي المكي حليمه عائشه الله يرحمها عيال مسعود الله توفت هي كانت حليداني حفصه عائشه والناس سموها بك والناس هذيك والناس معناها نجيب القروه كنت معاكم تم الوقت لا 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 معلاش نجيب على هذا الفريق اللي قاعد مطبوع في ذاكره القريه في لاجار كله لا بس يا زبدي كان معنا سي هبيته ثاني ايضا سعيد سي هبيته السعيد وحتى مش زبدي زبدي ومرته خديجه خديجه زبدي وخديجه معنا هذا بقيت متذكرهم كانوا والفرنسيين الوقت هذاك فرنسيين كان يقرب اللغه كان المشري قريب الفرنسيه كان مسي جيفلي لا كان كان جيفلي وحده بقيت جيفلي اي بركه وكان المدير جون جو هذه بعد ذلك عندما عديت الحال رحت انتقلت الى تعليم متوسط مباشره الى متوسط عبد الحميد بن باديس بن باديس من عبد الحميد بن باديس الى الامير عبد القادر من الأمير عبد القادر إلى الجامعة. نعم. وصلت دراستك. وصلت دراستي حصلت على شهادة الليسانس. بعد ذلك أستاذ تعليم ثانوي في ثانوية محمد العيد آلي خليفة. دبيلة. دبيلة. وانتقلت إلى ثانوية بوشوشة. لكن بعد ذلك عديت الامتحان تاع الماجستير في عام 71 تاع 91 ونجحت ولكن مع الأسف. ما وصلتش. لا مش ما وصلتش. كانت الظروف قاسية. ما هي الظروف؟ كان في ذاك الوقت عندما تنجح أنك تدير عامين في الجامعة. وكان الله يرحمه الشيخ في ذاك الوقت كما القانون جاي يظن أساتذة المتوسط اللي يحب يتكون في الجامعة يتكون ومش عارفك راح فيها ساسة مجموعة كان لكن كاين حاجة أخرى كانت بكري عندما تحصل على شهادة الليسانس كان الشيخ الله يرحمه تاع شريعه دكتور شريعه هنا في جامعه الواد في الواد ومات حتى الله يرحمه محمود باي الشيخ محمود باي نحن وياه مع بعضنا في الماجستير في ذاك الوقت محمود باي الله يرحمه الله يوسع عليه محمود باي الوقت قدم استقالته لانك ما عندكش حق انتداب يلزم باش تقرا هو قدم الاستقالة تاعه وضحى وتعب انا قلت له نجي في قدم استقالتي لاني ما عنديش حتى باش نعيش واش كذا ولا كان ماشي ليس الظروف لا مش كاليوم وبعد ذلك انتقلنا من التدريس الى الاداره من الى التقاعد خرجت ثم بعد لقب التقاعد رحت الاداره صح بعد رحت الاداره كمدير لان انا علمت في التعليم المتوسط لي الحق ان اكون مدير في متوسطه نعم. كنت كاستاذ الوقت ذاك عملت تكوين في قسنطينه ونجحت عملت تكوين في قسنطينه وبعد عملت اول تعيين تاعي في مستغل لان كان التعيين في ذاك الوقت على المستوى الوطني في العشعشه في العشعشه سيدي الاخضر العشعشه درت اول مدير في عشعشه ثم انتقلت الى كل المرحله هذيك طاب لك المقام في عشعشه وكيفاش كان الاثر تاع بالمناسبه هذه تقدم الجزيل الشكر امتلاء الى سكان عشعشه وخاصه سكان سكمبره كما يقولهم الشرفيه وكانت مديره التربيه في ذاك الوقت كانت مديره الدكتوره عائشه الدكتوره عائشه نعم يعني لو هي طلبت مني في ذاك الوقت البقاء ولكن الوالد الله يرحمها طلبت مني الدخول الى الواد فطبعا الغالب كانت امي ثريه وفاضله وحنونه كثير عم تحدي الله يرحمها الله يرحمها معناها انا والله كي تو هكا قلت لها امي
راني ندير الطلب بتاع سكن. قالت لي واحد الكلمة الله يرحمها والله يوسع عليها، قلت لها ندير الطلب بتاع سكن على الأقل نزيد عام ولا زوز نتحصل على سكر نلقوها. قالت لي هي الله يرحمها برك تلقى قبر أمك شاف شاح هز السكن أنت. معناها ما كانش خروج. مغدوة بعد مشيت بعد طلبة الدخول إلى الوادي ودخلت وأعطوني خليفة بن حسن. ومن خليفة بن حسن إلى متوسط أحمد التجاني، ومن متوسط أحمد التجاني إلى التقاعد، ومن التقاعد الحمد لله مازال الترب والتعليم مازال الترب والتعليم راسخ في ذهني إلى يومنا هذا. راني مدير إلى يومنا هذا ثانوية خاصة وهي ثانوية سبل المستقبل. جميل جدا. هذه المسيرة الحافلة من الابتدائي المتوسط تعليم الوالدين من جهة، هذا التفاعل الكبير في حياتك تقدر تقول أدى عمرك كامل ومازلت لحد الآن في قمة عطائك. والله بالباس بس يا حبيبي ساعات مرات نقرأ في الفيسبوك واحد يقول عندي 30 سنة من العمل وكبرنا يا ناس. راني من عام 60 وانا راني في التربيه الى سنه 2022 وهذا المعروف عليك وربي ربي يطول عمرك. عمل متواصل. ما هو سر شباب سيدي حشاني؟ هو سر الشباب الانسان ان يكون راضيا بما اعطاه الله سبحانه وبما نحوه الله من قوه، والشيء الثاني ان يكون انسان طيب، ان يكون مخلصا في عمله لله سبحانه وتعالى، مخلصا في عمله، أن يكون طيباً لا يحمل حقد ولا يحمل كراهية ولا هذه الحمد لله. أنا راني نرقد في الليل يا سي حمد راقد متهني حتى الظلام يقول يا ربي الله يسامحه. هذه صفات صفات المؤمنين الحمد إن شاء الله. هذه من صفات المؤمنين. سيد حسن رغم هذا السجل الحافل في قطاع التربية وأحد رجالها الكبار وما زلت لحد الآن رغم تقاعدك الآن رجعت للتربية، معناها تستريح من التربية بالتربية. هذا شيء جميل. إلى أن كانت عندك مشاركات سياسية وكانت طبعا أنا كنت ونظلت سياسيا ومن بعد دخلت مرحلة أخرى والله عهدة كاملة وأنت في الشعب الليبي. أنا شوف أنا معناها في سنة 1900 أنا تسموا الثورة أنا في الجبهة. نعم. وبعد ذلك هنا في سنة 1963 بدأت الجبهة. الجبهة هنا. إيه. طبعا أنا كنت في الجبهة وكنا ثلاثة ناشطين ثلاثة شباب من الأصنام ناشطين، الزغدي عبد الحميد رحمة الله عليه بن عزة محمود وأنا كنا من الشباب من الأوائل. وحتى نشفي لها مرة كي جاوا يديروا في القسمة تاع الواد كانت في مديرية الفلاحة هكا وكذا، وعندما جاء المحافظ تاع ورقلة تاع الواحات لقاها القسمة كاملة شياب. إلا أنتم ثلاثة شباب. لا ما نجحناش احنا في القسمة. أيوة. ما نجحناش، كنا احنا ثلاثة شباب في الأخير. تكلم المحافظ قال كيفاش هذه مكان الشباب؟ قلت له يا ودي راه كاين شباب وهاه تشوف فيهم ثلاثة شباب، ولكن احنا رانا الشباب الثلاثة مع الأسف ما نجحناش، راهونا مكان الشاي مش يعطيه لك مش يعطيه. معنا بقينا في ثمك في في على صراع الاجيال من بكري موجود الاجيال. لكن الشيء انا الذي معنا في الشيء اللي خلاني بصراحه انتقد بعض مسؤولين الجبهه في قديمه، كانت عندما تترشح للبلديه كان يعطوك استماره، والاستماره هذيك تملاها انت وتمضيها بمعلوماتك وبشهادتك العلميه. الاستمارة هذه كتروح للمحافظة وبعد تروح للجنة المركزية وبعد يرجعوا. أيوة. عندما بعث الاستمارات عادوا رجعوهم من الجزائر العاصمة لكي تترجم باللغة الفرنسية. هذه نعطيه لك للتاريخ ويسمعوها كلهم مازالوا منظمين. عندما رجعت ندوني نايم من الجماعة باش نترجم. اسم لقب تاريخ مكان الميلاد. أغلبهم أميين كلهم شيوخ. تجي الورقة نتاعي نافذي المجموعة اللي عطوه لي. إيه. وهذه لازم يسمعوها مليح. تجي الورقة تاع نافذي الخط مش خطي. هاك الدل تاع بوجي الحين هذاك. إيه. قداد راه حشام. كتابة تاع الجامعة قلت لك. تاع الجامعة. هذه مش الاستمارة نتاعي.
الأم ذهب حدي لبا البشير. وش قريت يا سي حمد؟ مش تعرف احنا الجماعة نتاع علل في الجبهة من بكري كان خراب في الخراب في الخراب. قريت المستوى الثقافي أمي وأنا حامل شهادة بكالوريا في ذاك الوقت. كان تحريف بعد واضح واضح وإخصاء واضح إخصاء واضح معناها كتو نقول هاني نقولها ويسمعوني مليح. المستوى الثقافي أمي، المهنة سائق شاحنة. في الأخير ملاحظات يتعاطى الخمر كثيرا. وقتها كان الملاحظ اللي كان لازم يكون نظيف. كان نظيف. لا لا مش عارف يا مجموعة الحشاني يشكل خطر ولا مانيش عارف كذا ولا. في ذاك الوقت شديتني الورقة متاعي ومشيت. كان الأمين متاع القسمة رحمة الله عليه الناوي علي. مشيت للناوي علي الله يرحمها. قال لي والله ماني عارف نعمرها. لقيت واحد مات لا ذكر اسمه قال لي هذا أسرار من أسرار الحزب. قلت له من أسرار الحزب ترافيكي من أسرار الحزب من قذال الحشاني حامل شهر البكالوريا مدرس ديري سايق شاحنة ديري سايق شاحنة وأمي شكير ولا يستطيع تحمل المسؤولية. المفيد من ثم هزيت صورة بصراحة هزيت صورة بأني جيدة في القسمة تاع 84. حبينا جددوا حبينا نجدد وحبينا ندخلوا مجموعة ثم فقط ما نجحلاش. وحين اللي مجلس التعدين في ذاك الوقت كنا احنا يجي 200 مناضل لقصينا من الحزب معنا حلولنا المجلس التعدين ونحونا من الحزب. كنت تصارع سياسيا في ذاك الوقت سياسي. لكن عندما جاء المؤتمر الخامس الحزب قبلها 83 بدوا الجماعة نديروا فلان نديروا فلان. قلت لهم لا وقفنا يا معارض. نعم. قلت لهم لا كاين صبورة وكاين مترشح. شفافية تامة. شفافية تامة يزينا نديروا الديمقراطية هذه. الكاف بوجه العين ما جابش لاش ما هذا بوجه العين يزينا نقول لهم منا عينا منا وكذا. ومن ذاك الوقت نايا ما رشحونيش جبهة التحرير الوطني في أي قائمة. أي قائمة. كانت حكر عن جماعة النفوذ ما كانش والو لا نادوني لا منا لا كذا. وطبعا أنت عندك رغبة باش تخدم الوطن. أكيد. وعندما تخدم الوطن لو تكون في المجالس يا مجلس شعبي بلدي يا مجلس شعبي ولائي كيف تخدم الوطن هذايا؟ منذ القدم كانت النخبة ديما ينفروا منها. باهي المفيد عندما عملنا الانتخابات هذه كانت نزيهة بكل صراحة. بما فيهم حتى الناوي علي ترشح الله يرحمه مرسل قسمة ما نجحش. نجحت نايا وذهب التجاني وواحد يقول له من عمر ومجموعة نجحنا. رحنا المؤتمر الخامس الحزب. ياسر أحمد عندما كمندوبين عندما دخلنا المؤتمر الخامس الحزب ياسر أحمد شيء يؤسف له مؤتمر عندما تقول مؤتمر خامس الحزب مش معناه نخبة نخبة المناضلين لأن الحزب كان القوة الطلائعية للدولة بعد النظام الشرعي كنا نخبة في ذاك الوقت كي دخلنا للقاعة القاعة الكبيرة الكبيرة هذيك كان في نادي قبة نادي الصنوبر كان شادي من جديد رحمة الله كان الأمين العام للحزب صح. وكان رئيس الجمهورية. عندما دخلنا تشوف أنت كل كرسي فوق منه محفظة ايه دي كلبة ولا حاجة لا محفظة كوير كبيرة أيوة. اتوصل انت المناضل المنتخب الذي يمثل الولاية يسرق كرطابلة يشد يحل الكرطابلة ودير كرطابلة اخرى فيها مناضل راية السرقة من بكري ها أيوة مش سقري من بكري من طايرين في السرقة والخطف والنهب. هذه شهادتك عن النضال شهادة هذه يقول لها بكل صراحة في ذاك الوقت كان الشيخ مساعدية هو أمين عام الحزب رئيس الجلسة في ذاك الوقت رئيس الجلسة كان شكوا جماعة بعض الولايات ما لقوش كرطابلاتهم سرقت قالهم هو من بعد خرجنا كي خرجنا باش نفطروا قال هو في ذاك الوقت يا جماعة ماذا بيكم كل واحد عنده كرطابة يخرجها معاه ما تخلوهاش من المقاعد نتاعكم قالنا الوقت جسمي لكل ولاية واحد احنا كنا تابعين لولاية مسكرة
كل ولايه وحده هزينا كرطه بلادنا معنا. خرجنا فطرنا، كي جينا فطرنا لقينا الامن فصل الباب قدام الباب فركت الكرطه حل الكرطه بلاد. ياسي حمد المناضل في 83 صارخ كرطابلة يحلوا لك كرطابلة يلحوا لا حشم ولا زعر ونحوا لك كرطابلة من كرطابلته. واش تحب يجيها؟ واش يربي هذا؟ على هذا السياسة هذا من العصارة مانيش عارف هذا من النخبة واش هذا واش والله نحوا لهم كرطابلات نتاعها. إذا بعد النضال قلت لك انا دخلت في الحزب عندما اقصيت من الحزب المتحرر الوطني عرضوا علي كثير من الناس ان ننتخب كذا ما كانش الاحزاب كان حزب واحد ذاك الوقت. عندما اصبحت عده احزاب دخلت في الجبهه الوطنيه ونجحت في الانتخابات التشريعيه سنه 2007 صح 2012 على الجبهه الوطنيه كنائب رئيس في ذاك الوقت. وشفت شوفت ال عقرب سيدي حشاني. بعد العهدة ما قضت في مجلس الشعب الولائي وخرجت، ولكن هل مازال سيدي حشاني معناها مرتبط بالسياسة أو بالعمل السياسي أو أنه تقاعد عن السياسة؟ لا، هو في الحقيقة ليس تقاعد عن السياسة، ولكن الآن لا أنتمي إلى أي حزب. نعم، أنا حزبي الآن هو الوطن، هو الجزائر. أنا أريد أن أرى الجزائر مزدهرة آمنة سليمة متحضرة متقدمة في جميع المجالات. وبالمناسبة هذه أيضا أن لي بعض الأصدقاء في عدة أحزاب وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني. أنا أقول حزب جبهة التحرير الوطني، أنا شخصيا أقول بأن سار في عروقي. نعم، منذ صغري صار في دمائي، أصبح جزءا من وجودي جزءا من كياني. ولكن عندما نعيب لا نعيب حزب، كنعيبها أشخاص. أكيد. وأنا من الجماعة الذين مع كثير من الناس يقولون أن نسمع فيها ونقرأ أن حزب التحرير الوطني يجب أن يدخل إلى متحف التاريخ. إلى متحف التاريخ، وهذا أكبر خطأ. لأن جبهة التحرير الوطني، عندما أقول جبهة التحرير الوطني، هي التي وحدت الشعب، والتي انصهر فيها كل الأحزاب، والتي حررت الوطن. كاين أشياء أو كاين جمعيات أو أحزاب يجب أن تبقى مهما كان. كحزب جبهة التحرير الوطني لابد أن يبقى لأنه حرر الوطن ووحد الشعب. الاتحاد العام للعمال المسلمين الجزائريين ساهم في هذا، يجب أن يبقى، لأن الدول المستعمرة وخاصة فرنسا وكذا لا يريدون أن يسمعوا هذه الأشياء، يحبون ينحوها. الطمس، اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، مثل الذاكرة الجزائرية، الاتحاد النسائي، جبهة التحرير الوطني، اتحاد هذا ما يحبوا يتصهم، لكن انا لا مع وجود هؤلاء. مثلا كاين اخرين يكتبوا كثير الان على ما هي فائده من وزاره المجاهدين. وزاره المجاهدين قادر وحدين قال قادر يقدوها في اي اداره من الاداريات. لا، كلمه المجاهد هذيك فرنسا مش حابه تسمعها. اكيد هاك المجاهد حد ادبيات الثوره الجزائريه يجب تبقى مهما كان. هذا معناها. والان ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الخير للبلد، نتمنى الخير ان شاء الله للجزائر. وان شاء الله الان رانا في كما قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون، الان رانا في جزائر جديده. الحمد لله جزائر ان شاء الله خير، جزائر ان شاء الله نحو الافضل نحو الاحسن. جزائر تهتم بالشباب، تهتم بالشباب المثقف، الشباب الواعي، تمد لهم يد العون يد المساعدة. ونشوف أن عندنا كثيرا من شبابنا اليوم وراء في المهجر. أكيد، لأن لم يجد معنى، لم يجد طموحاته، لم يجد معنى كيف يريد أن يبدع، لم يجد أماكن إبداع، أماكن التطور. فطبعا هذا هو الآن جزء من الوطن، وسيبقى الوطن في قلبي وإن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي حشاني،
على فتحك فتح فتحت لنا قلبك قبل ذلك، وكذلك نشكرك على هذه الروح المجلس بذلت فيك لحد الان، الروح الوطنيه وروح الوطن ان شاء الله. وانتم من الرعيل الاول لعيش الاحداث التي مرت بها الجزائر، وربما تحدثت عن كثير من الشهادات التي عايشتها بين الاستقلال وقبل الاستقلال، وحتى اليوم ما زلت تساهم مساهمه كبيره. وشيء جميل ان تبقى الاجيال ان تسلهم من 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 نضالكم، وتستلهم من ما قدمتموه من تضحية، ولحد الآن وأنت في أوج العطاء، وأنت ربما تجاوزت 70، ربما راك في الثمانينات، نص في 80، نعم، معناه وأنت بهذه الروح وبهذا العطاء وبهذه الابتسامة، وهذا راجع إلى معدنك الطيب وراجع إلى نضالكم، وإلى أيضا الشيء اللي قدمته للبلاد وموجود ان شاء الله ويبقى خالد، وحتى في ان شاء الله في يوم القيامه تلقاه شيء هذا إن شاء الله. لان المخلص الى وطنه والى بلاده، ويكفي ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من علم حرفا او من علمني حرفا كنت له عبدا، وانتم خرجتوا اجيال واجيال واجيال، وهذا يبقى فخر لكم، ونتمنى لك حياه سعيده وعمر مديد ان شاء الله ان شاء الله. كنا مع المجاهد حشاني قدادرة، هذا الرجل الفاضل في سيرته الذاتية وشهادته على العصر، وكذلك بهذه الروح الجميلة الملهمة استطعنا ان استقبلنا بحفاوة جميلة، وها نحن ان شاء الله نودعه ونرجع له مرة اخرى ان شاء الله. شكرا مشكور. الى ذلك الحين استودعكم الله، وان شاء الله في الحصة الجاية مع شخصية أخرى بإذن شكرا. الله وأشكرك جزيلا. شكرا سيدي، شكرا على ما تقومون به، بارك الله فيكم، والمواصلة والسلام عليكم إن شاء الله بالتوفيق. شكرا.